أعزائي طلبة أولى وتانية ثانوي لجميع المدارس، هنبدأ نستعرض طريقة دخول الامتحان والمشاكل اللي ممكن تقابلنا من الألف للياء على قد ما نقدر يعني. من ضمنها مشكلة الشبكة اللي لسه ظاهرة جديد. دلوقتي هنشوف التابلت جاهز للامتحان ولا لأ. تمام، أول حاجة بنشوف المنصة بتاعتنا، لو مش آخر إصدار حسب بقى تاريخ الوقت اللي احنا فيه. يعني احنا مثلا دلوقتي حاليا في شهر 1 24، المنصه المطلوبه 1 8 19، جايز بعد كده تتحدث او كده. لو ما لهاش مظبوطه نعمل ايه؟ ممكن على شبكه سكول ما تكونش مظبوطه نجيب شبكه انرولمنت، طبعا الادمن هو اللي بيعرفها لك عشان نعرف نحدث. نوصل انرولمنت الاول، تمام. لو تم التوصيل تمام، لو ما تمش التوصيل او تم التوصيل بدون انترنت ممكن يكون في مثلا طالب عامل بروكسي في عرض المزيد هنا، مغير اعدادات الدي اتش سي بي دي عاملها ثابت وكاتب اي بيهات عشان يفتح جوجل ويفتح يوتيوب وكده، فاحنا بنغير الاعدادات دي خليها دي اتش سي بي ونحفظ. نرجع، ماشي، تم التوصيل دي اهم حاجه. طالما على شبكه مفتوحه سكول مش مضمونه غير في الامتحان، هي المطلوبه اساسي للامتحان، من غيرها مفيش امتحان. انرولمنت، بعد كده نفتح النوكس، ده الطبيعي اللي بنعمله في اي بيت نوكس، ومن ثلاث شرطات اللي فوق دي نضغط على ريلود كذا مره ونسيب. هو بقى هنا بيعمل بروسيسنج في حاجات، هو لقط حاجات كمان، يعني التابلت المفروض ان هو معانا ومتحدث في حاجات جديده، عمل انستولنج لابلكيشن معين. وبعد كده بنصبر بقى لحد ما نشوف المنصه اتحدثت لاخر اصدار ولا لا. المنصه اتحدثت تمام. دلوقتي الامتحان ما ينفعش يشتغل على انرولمنت، يشتغل على سكول بس، تمام. وانت في البيت هقول لك على خطوات كده تعملها بالتدريج ليله كل امتحان. هتفتح النوكس مانجر ده، وعندك فوق ثلاث شرطات فوق تضغط عليهم، وفي كلمه ريلود ديفايس تضغط عليها كذا مره. هنا جاب لك رساله اهو بيحمل، بس سيبه مع نفسه بقى وسيبه واشحنه، تسيبه متواصل على الواي فاي لحد الصبح، لحد ما تروح الامتحان وهو مشحون. دي أول نقطة عشان لو في تحديثات من الوزارة تنزل تلقائي ليلة كل امتحان تعملها، تمام. دي واحنا جوه النوكس بالمرة، لو عندك مشكلة في الرابط على سكول، الحل الأمثل ليها تيجي عند علامة التنزيل اللي في النوكس فوق دي تضغط عليها، تمام. عندك ام او اي وجي 10، الاثنين دول جنبهم هنا، هتعمل ديليت اوكي ديليت اوكي، وبعدين تعمل لهم ايه، انستول اوكي انستول اوكي. عايز اربط بقى على سكول تاني، تمام، هجيب التفاصيل من الواي فاي، وعندي فوق هاجي ارمس مثلا سكول اهو، مش هيجيب لي باسورد. طيب احنا كده غلط، احنا مش عارفين باسورد هنعمل ايه. يبقى نبدا بالثلاث نقط اللي فوق الواي فاي، لو مش ظاهرين هتضغط على كلمه واي فاي هيظهر لك الثلاث نقط اللي فوق دول. بعدين ضبط متقدم، اداره الشبكات، هتيجي عند سكول، حتى لو انت في البيت ممكن تعملها سكول ايه، في عرض المزيد فيها هضغط عليه. نوع عنوان ماك ده بدل ما هو عشوائي هضغط عليه اخليه خاص بالجهاز اللوحي. ارجع بقى، ارجع. لو انا في المدرسه هتظهر سكول، لو لمستها خلاص كده انا ربطت على سكول، مش هيقول لي حط الباسورد، لان الباسورد بتاع سكول بيجي من النوكس تلقائي. احنا يعني حدثنا نوكس اهو، تم التوصيل كده، تمام كده نبدا نفتح الامتحان. ايه الاجراءات بقى اللي هنعملها قبل ما نخش الامتحان؟ في عندك كذا حاجه كده هنعملها الاول. في من الضبط هتخش على امكانيات الوصول، ماشي، انا هجيبها لكم الاول عشان انتوا ممكن تكونوا مفعلينها، احنا هنلغي تفعيلها، تمام. السوفت اسس هنلغي تفعيلها، تمام، عشان نشوف المنصه شكلها بيبقى عامل ازاي. وحاجه تانية كمان، الايماءات والوضع الليلي، الوضع الليلي تلغيه من هنا، بدل ما هو الوضع الداكن ده هتخليه ابيض زي ما هو كده مظبوط، ده كده مظبوط، لان احيانا المنصه بتعتبر ان ده محاوله للغش، ان انت بتغمق الشاشه، وضع الدارك، تمام. عندك في الاعدادات في برضه نلغي الايماءات من الشاشه، تمام. هتيجي عند، لو انت عاملها زي الاي او اس كده زي الاندرويد، سحب من تحت وسحب من الجنب، لا تلغيها برضه، لان ممكن ايدك تيجي بالغلط وتطلع بره الامتحان وتاخد بلوك. فهتيجي على الشاشه جوه الضبط
بعدين شريط التنقل هتكون انت معلم على حاجه تانية. انت هتعلم على ايه؟ نوع التنقل اللي هو بالازرار، تمام؟ بدل الايماءات دي، لا احنا مش عايزين الايماءات دي، كده لغلك الزراير وخلى الموضوع كده، لا احنا مش عايزين كده، ده كده غلط، احنا هنشغله ايه؟ ازرار، تمام؟ طبعا دي هتختفي، هيبقى الثلاث زراير دول ظاهرين عندي، ده كده صح. دي اهم حاجتين موجودين جوه الاعدادات. نفتح المنصه ونشوف هنعمل ايه. ده شكل سويفت اسس، هنحط رمز الدخول. بعد ما فتحنا طبعا منصه سويفت اسس اللي هنشتغل عليها الامتحان، احنا بنشتغل طبعا، لو الاي تي عندك قال لك احنا بنشتغل اوف لاين، يعني على المنصه الاولانيه هي دي، انما انت في مدارس تانية ممكن تكون شغال على الشرائح، بتضغط على كلمة البديل التاني دي بيجيب لك خانتين، بيقول لك الخانة الأولانية بتختار سيكتور ايه، سيكتور اي واحد فيهم، والمشترك بينهم هو الكود ده اللي انت مستلمه في ورقة. الكود ده مش ثابت، متغير من كل امتحان للتاني، بتستلم ورقة قبل كل امتحان، تمام؟ احنا هنشتغل على دي اللي هي جوه على شبكة سكول، مش على ايه، مش على اي واي فاي ولا الشريحة، تمام؟ هنسجل دخول كده ونشوف. في البداية اهو في كلمة ابدأ، أول ما بضغط عليها دي الرسالة المشهورة في الأول، يرجى تمكين إذن خدمة الوصول للسويفت أسس، بقول له متابعة، بتلاقيه دخلك في حتة تانية خالص أنت مستغرب، لا ما تستغربش. تيجي عند التطبيقات المثبتة دي بيقول لك تطبيق واحد، أضغط عليها، هنا غير مفعل، إحنا لسه لاغين تفعيل عشان نمر بنفس الموقف تاني، أضغط عليها، هفعل الأولانية بس، وأديله سماح، تمام؟ بس كده برجع، ما بضغطش على هوم، برجع رجوع عشان ما يطلعنيش من منصة تاني، تمام؟ وادي له ابدا تاني، جاب لي رسالة جديدة يرجى تشغيل خاصية بي اي ان، عادي موافق، تمام؟ وابدا تاني كده، هحط الباسورد بتاع الدخول، بتاع الباسورد الدخول التاني هنكتبه. بعد ما كتبنا الباسورد هنضغط على ايه؟ متابعة، تمام؟ كده جاب لي ايه؟ الامتحان. طبعا الحاجات اللي جوه دي مش محتاجه لعب، المفروض ان انت فاهم وبتتعامل مع الاندرويد، العلامه دي عشان تجيب لك تتنقل لسؤال مثلا بعيد شويه او ترجع لسؤال قريب تاني وهكذا، تمام؟ وطبعا بيبقى كاتب لي هنا ايه الكود بتاعي هنا، تمام؟ ده للرجوع برضو وده للتقدم لقدام، بختار 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 بكمل. طبعا لو في حاجات زي صور محطوطه صور ممكن اتحكم فيها من هنا مثلا من الاعدادات، واجيب رمز العين ده اهو كده عرض لي الصوره، انا مش شايف الصوره مثلا، بكبرها بغير فيها انا زي ما انا عايز، تمام؟ دي لو انا مفعل ايه تكبير الصوره من هنا، انما لو طفيه قفلت كده اهو، تمام كده ايه، لو رجعنا للسؤال تاني هو مثبتها لي، يبقى مش هقدر اكبرها ولا اصغرها. اكمل اكمل لحد ما ادي تسليم، بيقول لي لا مفيش، ما ينفعش، لازم تختار، فانا هختار اي حاجه مؤقتا. وصلنا لاخر سؤال، هيظهر كلمه تسليم. يفضل والصح ان انت تعمل التسليم قدام المستر او المس اللي بيلاحظ عليك، عشان ما تطلعش بره تعمل تسليم بره، تبعد عن الواي فاي، هيبقى انت ما سلمتش على المنصه، اداره الامتحان هتشوفك ان انت ما سلمتش اصلا، ممكن يكون طاير منك سؤال 2 3 4، التسليم لازم تكون في نفس المكان، اهو تسليم وبعدين تأكيد، بعمل تأكيد، تمام كده اقول تم تسليم الاختبار بنجاح، كده انت 100 100. طبعا النصايح وانت جوه المنصه، احنا قلنا هنلغي الايماءات برضو، وانت هنا ما يعني ما وانت عندك الثلاث زراير تضغطش هوم ولا تضغط الاثنين دول مع بعض، لان هيروح مطلعك بره المنصه، طلعك بره المنصه يبقى هتضطر ما تيجي تخش تاني، هيجيب لك رساله فوق ان هو لقد تم منعك، فانت ما تقلقش عادي، انت بتبلغ مشكلتك وهو كده كده في اي تي معاك بيبقى ماسك البروكتور بتاع اداره الامتحان، بيجي له ان انت فلان الفلاني واخد بلوك لانه طلع متعمد او مشغل حاجه تانية مع المنصه حاول يغش منها، فبيسمح لك، بس لازم تنتظر دورك. كم مره بقى هتطلع وتخش دي بايد الوزاره، احنا ما نعرفهاش، فما تحاولش تخرج لانها ممكن تبقى مسموح لك مره واحده وممكن مش يبقى مسموح خالص وتاخد منع نهائي، فخد بالك ما تطلعش بره المنصه. طيب نشوف الشبكات سكول اللي هنمتحن عليها، هنرجع لسكول، تمام؟ لو لمسنا سكول كده وقال لنا هات الباسورد، يعني راح فتحها لنا مثلا وكاتب لنا باسورد، ما بنعملش حاجه غير ان احنا بنشوف المزيد بتاعها ونغير العنوان بدل ما هو عشوائي، يعني مثلا هنرجع نعملها تاني اهو،
نيجي نعمل توصيل لسكول مش هيوصل. لما نيجي نعمل توصيل لسكول مثلا كده اهو جاب الحركه دي، دي حاجه بسيطه. هنعمل عرض المزيد فيها ونوع الماك ادرس نخليه الجهاز اللوحي. نرجع سكول تم التوصيل كده تمام. طب لو سكول مش موجوده هنعمل ايه؟ نفتح النوكس ماشي، ومن هنا من التنزيلات دي هنعمل ديليت للشبكتين الام او اي والجي 10، بعدين انستول تاني. انستول نرجع تاني على الشبكات. هسكون مثلا كده مش موجود، اهي بدأت تظهر، هيجيب لي نفس المشكله القديمه اهو اللي احنا بنحكي فيها، يقول لي حط الباسورد. عرفنا كده اللي فيها. عرض المزيد نخليه ماك ادرس تابلت او جهاز لوحي. عوده سكول متصله، تم التوصيل بس كده. نرجع على المنصه تمام، هنكتب الكود تمام. طيب لو في رافض تحديثات، فتحنا له باقه، فتحنا له انرولمنت، فتحنا له شبكه بيت ورافض تحديثات، دي مشكلتها بتبقى في الوقت والتاريخ. الوقت والتاريخ كله هيعرف سكتها طبعا من الضبط، مش عارف مكانها اكتب في السيرش ده الوقت. الوقت والتاريخ اهو، وقت وتاريخ. لو هي اوتوماتيك ومش مظبوطه طبعا نغير الاوتوماتيك دي ونظبط الوقت والتاريخ وهتظبط معانا، هيبدا تحديثات على طول بس كده تمام. الايماءات دي من الشاشه الرئيسيه، الايماءات دي ممكن تطلعك اصلا من الامتحان. هنا شريط التنقل، هنا ازرار، في ناس بتبقى عاملاها زي الايماءات طبعا. دي لو انت في امتحان وايدك مثلا ايه جت كده بالغلط او جت من اليمين للشمال بالغلط هتطلعك من الامتحان. فاحنا نلغي الايماءات تاني، نرجع ايه للضبط بتاعها في الشاشة الرئيسية. شريط التنقل نخليه ازرار بس كده خلاص. يعني من الشروط اللي احنا عارفينها بس مش اساسية بس هتريحك في الامتحان، موضوع الوضع المظلم بتغيره طبعا، كله عارف الوضع المظلم. توقيت الشاشة بتضلم لوحدها مثلا بعد دقيقة ولا حاجة، ممكن نغيرها من السطوع التلقائي نفسه، السطوع اللي هو ده، نضغط الثلاث شرطات اللي عليه تمام. في تفاصيل نلغي دي، ده التلقائي، احنا عايزين نلغي التلقائي ونسحب للمستوى المناسب لنا في الفصل، وبعدين نضغط على التفاصيل بتاعتها نجيب الزمن بتاعها، زمن توقف الشاشة. يفضل نعمله ايه نص ساعة، اللي هو لو ما لمستش الساعة الشاشة لمدة 30 دقيقة تبدأ تضلم، انما طول ما انت سايبها كده 30 دقيقة هتفضل شغالة عادي، دي تبقى مريحة في الامتحان.